الله وبركاته. معكم ديرين عبد الله للصف 2-5. معنا تجربة ثانية للتوتر السطحي. طبعا عندنا هنا 3 كاسات من الموية، شوي كذا، زي كذا. هنا عندنا ورقتين، هي هذه ورقة يوسفي وهذه ورقة الجوري. طبعا وبنجيب قلم حبر عادي، وبنحط في الورق حبر من هنا من الأخير، نحط حبر. زي كذا، بس يعني شوي كذا نحطها هي في الموية. ونشوف من اللي بيمشي ومن اللي ما راح يمشي. طيب زي ما تشوفوا ورقة اليوسفي ما مشت في الموية. تمام، نشوف الحين ورقة الجوري. شوفوا هذه زي كذا تحركت. تقعد تتحرك كذا، وهذه تجربة للتوتر السطحي. بس ما كانت سريعة، فبنجرب فرقة ثانية. نجيب ورقة ثانية، شوفوا كيف ورقة الجوري كيف مشت بسرعة. تمام، هنا الحين جبنا ورقة ثانية نفس النوع، ورقة من شجر اليوسفي. نحط كذا حبر ونجرب نشوف. نفس الشيء ما مشى، يمكن لأن الورقة ثقيلة حقت اليوسفي وحقت الجوري خفيفة. عادها مصرة في شيء وزي كذا. وهذه تجربة عن التوتر السطحي. مع السلامة.